مدارس عنيزة الأهلية، رؤية جديدة، إدارة واعدة، خبرات تربوية رائدة، خدمات تعليمية متميزة. وبه نستعين، والحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم وأعطاه من النعم الكثير، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السيد الفاضل مدير المدرسة، أساتذة الكرام، زملائي الأعزاء، نرحب بكم في صباح يوم جديد ونقدم لكم مجموعة من الفقرات المتميزة من خلال الإذاعة المدرسية، ويقدمها لكم إياد محمد. وخير ما نبدأ به القرآن الكريم، ويقدمها لكم الطالب ياسين محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب الواقع، للكافرين ليس له دافع، من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فاصبر صبرا جميلا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن، ولا يسأل حميم حميما. صدق الله العظيم. حقا وصدقا وعدلا ويقينا، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. والآن مع الحديث الشريف مع الطالب أحمد حمادة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء للنبي الله فقال: من أحب الناس بحسن صحابتي؟ قال أمه. قال سممن. قال أمه. قال سممن. قال أمه. قال سممن. قال سم أبيك. أحمد حمادة. شكرا. صدقت يا رسول الله فيما قلت وفيما بلغت. والآن مع حكمة اليوم للطالب نزار طارق. بالعلم نجب العقول وبالأخلاق نجب القلوب. والآن مع نشيد اليوم للطالب عبيد. مصطفى مصطفى منبع الصفا، سيد الأنبياء، مشعل في الوفاء، كان في عطفه اليتامى دفا، أن قلبي له فاض شوقا إليه، ليس أرجو سواه شربة من يديه، الصلاة عليه والسلام عليه، للسماء ارتقى فأتى بالنقى، وغدا وجهه نيرا مشرقا، من عطفه حين حان اللقاء، قال: فلتذهبوا أنتم الطلقاء. مصطفى مصطفى منبع للصفا، سيد الأنبياء، مشعل في الوفاء، كان في عطفه لليتامى دفا. عبيد رضا. شكرا. والآن مع فقرة الشعر للطالب عبد الرحمن أيمن. شعر. أسبح باسمك الله وليس سواك أخشاه، وأعلم أن لي قدرا سألقاه، وقد علمت في صغري أن عظمتي شاه، وناصيتي وعنواني، وكنا في مدارسنا نردد بعض ألحاني، ونغني بيننا مثلا: بلاد العرب أوطاني، وكل العرب إخواني، وكنا نرسم العربية ممشوقا بهامته، له صدر يصد الريح يستعوي مهابا في عذاب. عبد الرحمن أيمن. شكرا. ولا يخلو يومنا من النصائح الطبية، فيقدم لنا الطالب مروان مسعد بعض النصائح الطبية المفيدة.
نصائح طبية: يجب شرب الكثير من المياه، يجب تناول الأكل الصحي، يجب النوم ما لا يقل عن 8 ساعات، يجب ارتداء الثياب النظيفة العطرة، يجب الاستحمام على الأقل مرة في اليوم، يجب غسل الأسنان، يجب ممارسة الرياضة. القراءة مهمة لزيادة المعلومات. وفي الختام ندعو الله عز وجل القلب واسرار عنزه الأهلية منها للمعالي. والسلام عليكم ورحمة الله. مع بعضها مثل حبل الوتين، لو شكت روح فينا من جهدها عطبنا، يا حلو ساعة الفرحة مع الناجحين.